تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية، النموذج الرابع. سنقوم بحله معا. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا التمرين الأول، ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. حماية النباتات من أنواع الصدقات. إذا لما نحمي النبات نوع من أنواع الصدقات. أحسنتم، صحيح. مساعدة الإنسان الكفيف صدقة. الإنسان الكفيف هو الإنسان الذي لا يبصر أو لا يرى، لما أساعده تعتبر صدقة. أحسنتم، صحيح. من صفات المسلم الإساءة إلى السائل واليتيم. إذا من صفات المسلم الإساءة إلى السائل واليتيم. جيد، خطأ. من صفات المسلم الإحسان إلى السائل واليتيم. الإساءة ليست من صفات المسلم. الصوم واجب وهو ركن من أركان الإسلام. الصوم واجب ركن من أركان الإسلام. أحسنتم، صحيح. نراجع. حماية النباتات نوع من أنواع الصدقات. مساعدة الإنسان الكفيف كذلك صدقة. من صفات المسلم الإحسان إلى السائل واليتيم وليس الإساءة خطأ. الصوم واجب وهو ركن من أركان الإسلام. التمرين الثاني، أكمل كتابة الآيات الكريمة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. سورة الضحى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، الآية 5. نواصل. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أحسنتم. ألم يجدك يتيما فآوى. ستة. ألم يجدك يتيما فآوى. أحسنتم. ووجدك ضالا فهدى. نواصل. ووجدك، أحسنتم، عائلا فأغنى. ثمانية. نعيد قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. أحسنتم. فأما اليتيم فلا تقهر. تسعة. أحسنتم. وأما السائل فلا تنهر. عشرة. وأما بنعمة ربك فحدث. 11. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. التمرين الثالث، أشطب على الإجابة الخاطئة. لما أرى إجابة خاطئة أشطب. أبو بكر الصديق، هل هو خامس الخلفاء الراشدين أم أول الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر الصديق. أحسنتم، أول الخلفاء الراشدين. إذا أشطب الإجابة الخاطئة. اعتنق الإسلام أبو بكر الصديق.
هل في العام الأول للدعوة أم في الأيام الأولى؟ أحسنتم، اعتنق الإسلام في الأيام الأولى، إذن في العام الأول. خاطئة، إجابة خاطئة. أسلم على يد أبي بكر الصديق دائما، هل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ أحسنتم، أسلم على يديه عثمان بن عفان. علي بن أبي طالب، إجابة خاطئة. إذا نراجع، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين، اعتنق الإسلام في الأيام الأولى وأسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله عنه. نواصل التمرين الخامس، عفوا الرابع، تكلم القرآن الكريم في كثير من الآيات عن أولو العزم من الرسل. تكلم القرآن عن أولو العزم. السؤال الأول، كم عدد أولو العزم من الرسل؟ ثانيا، لماذا سموا بهذا الاسم؟ لماذا سموا أولو العزم؟ ثالثا، من هم أسماء أولو العزم؟ إذا الإجابة عن السؤال الأول، كم عدد أولو العزم من الرسل؟ أحسنتم، عدد أولو العزم من الرسل هو 5 رسل. إذا نكتب عدد أولو العزم من الرسل هو 5 رسل، عددهم 5. لماذا سموا بهذا الاسم؟ لماذا سموا بأولي العزم؟ أحسنتم، لصبرهم وثباتهم على الحق. إذن سموا بهذا الاسم لصبرهم وثباتهم على الحق. نراجع، كم عدد أولو العزم من الرسل؟ عدد أولو العزم من الرسل هو 5 رسل. لماذا سموا بهذا الاسم؟ لصبرهم وثباتهم على الحق. سؤال ثالث، من هم أولو العزم؟ إذا نذكر أسماء. أول، أحسنتم، نوح، نبي نوح. جاء بعده، أحسنتم، سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم أحسنتم، النبي موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، وأخيرا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد كلهم عليهم الصلاة والسلام. إذا أولو العزم من الرسل عددهم 5، سموا بهذا الاسم لصبرهم وثباتهم على الحق، وهم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام. وهكذا انتهينا من حد الاختبار، إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.